صديق ليا بيحكي لي وبيقول لي انه كان واقع في حيرة كبيرة عنده في الشغل، وقبل ما يحكي لي قال لي يا محمد انا بشر يعني ممكن اضعف، بس وقت الضغط لو قلبك نظيف ربنا بيجيب لك آية من آياته في الدنيا حقيقة قدام عينيك. بيقول لي في الشركة عندي مديري في الشغل غلط في حسابات معينة، والحقيقة ان الغلطة دي ما كانتش مقصودة لكن حلها كان عندي، يعني أنا اللي في إيدي إن أطلعه من الورطة دي، وعقوبة الغلطة دي كان فيها رفد، ولو اترفد أنا هترقى مكانه. شيطاني لعب في دماغي وقال لي يا واد كبر دماغك وما تتكلمش. بيقول لي ما نمتش طول الليل، قعدت أفكر أعمل إيه. الحيرة قتلاني من جوايا صراع كبير، بس خلاص قررت إني هسكت وربنا يسامحني بقى ويتولى برحمته. المهم الساعة 10 بالليل لقيت جرس الباب بيرن، ببص لقيته عم سعيد عامل النظافة، راجل كبير عنده حوالي 60 سنة. رديت عليه وقلت له أيوة يا عم سعيد. قال لي يا باشمهندس انزل لي بس دقيقة واحدة من فضلك. نزلت وقلت له تحت أمرك. لقيته مطلع محفظة حريمي بيديها لي، بيقول لي المحفظة دي فيها 360 جنيه، وكمان فيها بطايق وكرنيهات بتوع مدام حضرتك، لقيتها وأنا بفرغ كيس الزبالة بتاعكم، وأنا عارف الكيس بتاعكم كويس قوي، فسامحني يعني لو الوقت متأخر، بس كان لازم ارجعها لحسن تدخوا عليها، دي امانه يا استاذ. بصيت له قلت له يعني يا عم سعيد جاي كل المسافه دي في عز البرد، ما كنت خليتها للصبح يا راجل. قال لي لا دي امانه ما بيتهاش في بيتي ابدا، لاني هبقى مسؤول عنها واخاف تروح هنا ولا هنا، فقلت ارجع الحق لاصحابه واشيل من على قلبي الهم ده. الامانه يا استاذ جابل طابق على الصدر، مش هيحس الاحساس ده الا اللي عارف ربنا كويس، وانا والله ما كنت عارف انام ولا حتى أقبلها على أهل بيتي ولا أولادي، لأن الجنيهين دول هيدخلوا نار في البطن، مرض وقلة رزق. فخلينا عايشين اليومين الفاضلين، خلينا نعيشهم في نظافة، حتى لو كنت محتاج وحتى لو كانت الإيد قصيرة، ربنا بيسند وبيدبرها يا أستاذ. هنفكر أحسن من ربنا يعني. ضحكت وقلت له أنت مكبر الموضوع ليه يا عم سعيد؟ حاولت أديله حاجة مرضيش، حتى ما خدش حق المواصلات، وحسيت ان لسانه بينطق بكلام ربنا عايز يوصلهولي في التوقيت ده تحديدا، عامل محتاج اكتر مني 1000 مرة، ورغم كده قطع مسافة في نص الليل علشان يرجع لي 300 جنيه وشوية، علشان خاف من امانة ربنا اللي عنده، وانا كنت هظلم مديري واخوني الامانة علشان خاطر ترقية ولا 2 جنيه زيادة. خلتني صاحي طول الليل ورحت الشغل الصبح وحلت الموضوع، وعايز اقولك والله إن مرتبي زاد بعدها على طول لما مديري خلاني أمسك حاجة تانية في الشغل، وصمت الأمانة ومغدرتش بحد، وخدت درس في الأمانة عملي في لحظتها، في وقت حسيت إن ربنا فيه راضي عني. الأمانة أصعب اختبار ممكن يمر على أي إنسان على وش الأرض. الأمانة اتعرضت على الجبال خافوا منها ومشالهاش غير الإنسان بكل ما فيه من ضعف، لكن الضعف ده بيتحول لقوة وبيكون أشد من الجبال لو علاقتك بربنا طيبة، لو بتعمل الخير وبترد الأمانة لأصحابها، وعارف إن ربنا هيعوضك أكتر منها 1000 مرة من طريق حلال. فدايما عامل ربنا في تعاملاتك، وإنت عارف إن ربنا شايف ومطلع عليك وعلى قلبك، راعي ضميرك وراجع نفسك مهما كنت في مكان بعيد، في بيتك في شغلك، حتى لو كنت في صحراء وما فيهاش صريخ ابن يومين، ربنا شايفك برضو وحاسب كل تحركاتك وعارف نيتك كويس مهما استعرضت من كلام خداع أو مظاهر كذابة. فالأولى إنك لما تعامل ربنا تتعامل باحترام، لأنه جل شأنه هو اللي في إيده إنه يردلك الخير أضعاف. لما تسيب اللي مش بتاعك هيجيلك اللي بتاعك، وقدرة ربنا أضعاف مضاعفة، وهتستغرب وقتها من كم أبواب الرزق اللي اتفتحت، بس وقتها هيكون رزق حلال، رزق تتهنى بيه وانت مبسوط ومش خايف من حد، لأن ربنا راضي عنك، وساعتها هتكون مطمن لأنك هتكون واثق إنك في حماه.